يكون أصحاب المراهقة الفكرية الذين نبتوا حديثا، أخذوا العلم بدون أستاذ وبدون شيخ معلم، أخذوه من الكتب ولم يفهموه. الموضة الجديدة هذا الحديث ضعيف، وما أدراك أنه ضعيف، ربما يروى من طريق آخر يقويه فيكون قويا، ولو كان ضعيفا فإن الإمام ابن كثير والإمام ابن القيم أجاز العمل بالحديث الضعيف في مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. فإذا كان مرويا في المكارم وفي الأخلاق فإن أئمة المحدثين أجازوا العمل به.